حنبلش اول اشي بتمارين النفس اللي هو تمارين الولادة، وبعدين رح نعمل شوية تمارين خاصة للحامل اثناء المخاض، يعني وهي بتعمل يعني بتكون عندها مخاض ايش تعمل تمارين. اوكي رح نبلش اول اشي بالنفس، نتدرب على النفس الاسترخائي اللي هو ناخد شهيق من الانف وزفير. هلا الزوج وجوده هون انه يساعد الزوجة انها تتنفس صح، فبناخد شهيق اول اشي نتدرب على النفس الاسترخائي وزفير، كمان مرة شهيق وزفير وزفير. هلا احنا عندنا المخاض ببلش اول اشي بتكون المرأة الحامل في البيت، فرح يبلش عندها المخاض تقريبا كل 20 دقيقة، فالطلق رح يجي كتير خفيف، شدته خفيفة، فرح ناخذ النفس الاسترخائي لمدة دقيقة و45 ثانية. نبلش ناخذ شهيق، طبعا بنوقت بالساعة قديش مدة الطلق، منضلنا لمدة دقيقة و45 ثانية، وبكون دايما الزوج معها عشان يذكرها في النفس. تخلص الدقيقة وال45 ثانية اللي هي تقريبا طلق طويل شدته خفيفة، بنعمل إشي اسمه الكلينزينج بريث اللي هو النفس التنظيفي، اللي هو ناخد شهيق نحبس النفس وبعدين بنطلع زفير، كمان مرة شهيق نحبس النفس بعدين بنطلع زفير، كمان مرة تقريبا أربع مرات بنعملها شهيق ونحبس النفس ونطلع زفير. هلا بتصير المدة الزمنية تقل، بتصير كل 15 دقيقة تقريبا دقيقة و30 ثانية، بنرجع بناخذ نفس النفس اللي هو النفس الاسترخائي، شهيق عميق، طبعا الزوج بيكون مع الزوجة طول الوقت وزفير. طبعا بنحسب بالساعة تقريبا تنزل المدة الزمنية لدقيقة و30 ثانية. بعدين بتصير المدة تقل، بهاي المدة بتصير المدة تقريبا كل عشر دقايق، هون بتحضر الزوجة الشنطة وبنعمل تقريبا دقيقة وعشرين ثانية، كمان مرة ناخد النفس الاسترخائي لمدة دقيقة وعشرين ثانية، بيكون معها الزوج طبعا بذكرها. بعدها بنعمل اشي اسمه الكلينزينج بريث، بتبلش تحس الست الحامل انه في شدة وضغط على العنق الرحم، فبهاي الفترة بعد على العشر دقايق طبعاً بنقوم ونحضر حالنا للمستشفى، وما ننسى بنعمل الكلينزينج بريث اللي هو بعد النفس اللي هو بتصير شهيق ونحبس النفس 8 عدات وبعدين بنطلع النفس. هلأ رح نشوف التمارين الخاصة في المرأة الحامل أثناء المخاض. نقوم طبعاً الست الحامل لازم الزوج يكون معاها، رح نبلش بتمارين القرفصاء، بنمسك ايدين بعض وبننزل القرفصاء زي ما انتم شايفين. هلا هاي القرفصاء ما بنسميها الديب، عادي بننزل، هذا بيساعد على توسعة الحوض، ولازم تفتح الست رجليها لبرا وننزل، برافو. هلا هون بيساعدها انها تفتح الحوض، ننزل كمان لتحت، كمان لتحت، برافو، ننزل كمان. هلا بناخذ شهيق والزفير بس نطلع، كمان تنين شهيق. هلأ للحوض من الجنب زي ما انتو شايفين، هون بيساعدها الزوج طبعا بالتمارين. هلأ رجل التانية، برافو. هلأ رح نعمل القرفصاء العميق اللي هو بتحتاجه المرأة الحامل، الزوج من الخلف بتفتح رجليكي سومو لبرا وبتنزلي على الآخر سومو، هون بيساعدها من الخلف وبتطلع، وهو ما في داعي الزوج ينزل معها، كمان مرة بس بيساعدها إنها تطلع، برافو. كمان هلأ هذا بيساعدها كمان على توسعة الحوض لفوق، كمان ننزل لتحت ونطلع، برافو، كمان مرة، آخر مرة. طبعاً كمان تنعمل على الحيط، تقدروا تحطوا الست الحامل هون على الحيط، نيجي هون شذا وبساعدها الزوج من قدام، ننزل لتحت اوكي ونطلع لفوق، كمان مره ننزل ونطلع، او ممكن تنزل ناخذ خطوه لقدام
وتنزل المرأة الحامل تحط ظهرها على الحيط وتنزل تحت وبس تضل تحت هون. هذا كتير بيساعدها في عملية الولادة نطلع لفوق. هلأ بنطلع هون ناخد طبعاً الطابة، لازم تقعد المرأة الحامل على إشي كتير ناعم عشان يمتص ضغط الجسم. نقعد هون، الزوج بيساعدها برفع إيديها لفوق كمان وبتعمل زي لف للمنطقة الحوض بشكل دائري كمان عشان يساعد المرأة الحامل في فكفكة الحوض لعملية الولادة. كل هذا بيساعد المرأة الحامل في عملية الولادة. كمان نلف الجهة الثانية، برافو، هذا كله بيساعدها إنه يعني توسع الحوض. هلأ بنعمل كمان إطالة لأسفل الظهر لأنه كتير الطلق بيجي أسفل الظهر، ناخد هون على الجنب وننزل زي ستريتش بيساعدها. طبعاً أهم شيء لأن المرأة الحامل يعني بصير عندها أوجاع كتير نتيجة الإكسبانشن تبع المعدة، فبصير عندها أوجاع، هذا الستريتش كتير بيساعدها إنه تريح الظهر. نرجع الجهة الثانية، تمام. هلأ بنرجع عشان نتدرب على نفس الولادة، نقعد تحت. هلأ نفس الولادة لما المرأة خلص بيكون موجودة بغرفة المخاض والزوج لازم يكون جنبها. هلأ بتصير مدة الطلقة كتير قصيرة، تقريباً دقيقة مدة الطلقة، قبل كانت دقيقة وخمسة وأربعين هلأ صارت دقيقة. هلأ هاي الدقيقة بتصير لمدة ساعة كل خمس دقائق، لازم نتنفس لمدة دقيقة النفس الاسترخائي. نقعد مع شذا مارون، ناخد شهيق من إيم الطابع عشان وزفير. هلأ النفس الاسترخائي هو شهيق عميق، بتبلش الست تحس إنه في ضغط هون فبتاخد شهيق وبتطلع زفير لمدة دقيقة. تخلص الدقيقة بنذكرها بالنفس الاسترخائي. هلأ بعد هذا لمدة ساعة ممكن تطول، بعدين بتصير تقل المدة، بتصير الطلقات كتير متسارعة وفيش بينهم أي مجال إنها تاخد نفس. هون دور الزوج إنه يذكرها بالنفس، فبتصير عملية الولادة بتصير تقريباً مدة الطلقة تقريباً 30 ثانية وبتصير متسارعة فيش مجال حتى ترتاح. هون بصير في عنا عملية توسع في الرحم تقريباً من 6 إلى 8 سنتي، فلازم الزوج هون يدربها على النفس. تتدرب كمان مرة النفس اللي هو الاسترخائي وبعدين النفس التنظيفي. خلينا نعمله لمرة، ناخد شهيق لمدة 30 ثانية وزفير، كمان مرة شهيق وزفير. أول ما ينتهوا 30 ثانية بنعمل النفس التنظيفي اللي هو هولد 8 عدات وزفير كمان مرة. بترجع الطلقة الثانية، بترجع بتاخد النفس الاسترخائي والنفس التنظيفي. بيجي عندنا نفس الولادة، هون النفس الولادة الست بدها تدفش فضروري تاخد أكبر كمية أكسجين، فوين ناخدها؟ من التم. ناخد من التم شهيق وبنحبس النفس، وهون الدكتور بيقول للحامل إنها لازم تدفش، فبتدفش المرأة الحامل طبعاً والزوج بيكون يحمسها على إنها تدفش قد ما تقدر، بعدين بتطلع كل الزفير. كمان مرة برجع الدكتور ممكن يقولها خذي شهيق، لازم تاخده من التم تدفش، بعدين هون الدكتور بيقولها خلاص ما بدنا دفش، فبتعمل إشي اسمه البانت اللي هو نفس سريع. خلينا نعمل مع بعض النفس السريع. زي ما انتم شايفين بكون الزوج مع الزوجة بيساعدها انها تذكرها، لانه المرأة في هذا الوضع بتكون كتير تعبانة فبدها حدا يكون جنبها معنويا ونفسيا ويذكرها بالنفس. برجع الدكتور بقول نفس كمان مرة، بتاخد من التم بكون معها الزوج واكبر كمية اكسجين من الفم، بتحبس النفس وبتدفش، بعدين لما الدكتور يقول بس هون بتاخد تطلع الزفير وبتعمل البانت. خلينا نعمل البانت كمان مرة، بكون هون عندنا صار توسع تقريبا 10 سنتي وصارت عملية الولادة والطفل ان شاء الله بيطلع بالسلامة. معاكم كرمة انتو صح؟ حتكون معاهم كرمة، وهيك بكون الست قدرت انها هي تتنفس النماز بريذنج بنسميه عشان تقوم بعملية الولادة. هيك بيكون معنا شذا ومارون، ان شاء الله شذا رح تقوم بالسلامه بالشهر التاسع. كانت معنا بالحلقات الماضيه بتمارين حلوه للمراه الحامل، واليوم لانها على وشك الولاده حبينا انها تكون هي وزوجها معنا اليوم بتمارين خاصه بالنفس للولاده وللمخاض. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، ان شاء الله نشوفكم بالحلقات الجاي. معكم ريم عامر، معكم شذا ومارون، وان شاء الله بالسلامه، يعطيكم العافيه.